تدرب مستواك ضعيف. ايش في مايكل جوردن؟ انا لو عندي لياقه كان علمتك. زين خلينا نطلب مطعم. وين نطلب مطعم؟ تونا لاعبين كره. طيب على ما يوصل يكون ريحت. وين تبي تطلب؟ البطريق. بطريق؟ يلا. نص طالب وما جانيش يعني الطلب. ايه يا عم انت يعني يا بي طلب يجي؟ ايه ايوه يا ابني انا عاوز الاوردر. اوردر يجي كلام برضو يجي اوردر. ماكو مشكل ماكو تاخير. ما تاخرش ماكو. ولسه هيتاخر تاني. لا ان شاء الله ماكو شوف انت كلام مازد. لا عادي لا يعني مو عادي يعني لا ولا كلامه ولا واحده ولا نكته. هاي طب ممكن اجي اخده انا؟ ماشي ماشي انا دلوقتي اعرف اجيلك واعرف اتعامل معاك يعني. يا الف اهلا والف سهلا يا علاء بيه. والله زي ما انت حضرتك شايف انا ما احبش اغلط على حد بس اعمل ايه حكم الاول. والله يا فتحي ما يندرى من يشخب بالثاني انت ولا اللي قاعد تكلمه بالتليفون. نعم. لا اقول يعني طول بالك حد اعصابك. انا حسكت عشان خاطر عيونك انت بس والله. استريح. لا انا هخلع دلوقتي اي سيرفس من انا. لا مشكور ما قصر. السلام عليكم. اياه هلا 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 مشعل. خلص البرنامج؟ ايه خلص بس باقي التست الاخير. زين متى هيك عيل؟ تعال الحين. يلا يلا جايك. صار. الو you
مش عارف وعدناني بيك. وعدناني يبيني؟ إيه ليش فيك مستغرب؟ لا مو مستغرب يعني بس غريبة. قصدي يعني إن مو منعته يطلبني أصلاً، كل ما أقول له عن قضية علاء إني أستلمها بيرفض، أصلاً مو راضي يتدخل فيها. روح له. مو يمكن يبي يعطيك ملف القضية الجديدة؟ ترى لحين ما حد استلمها. صج؟ وشنو هي؟ خط علاء اللي دزلك منه المسج قبل لا يموت. في وطنية ولا اتصالات؟ نيني عدنان جاسم قال انك بغيتني خير ان شاء الله. خير ان شاء الله كل خير. مش انت دون سنين قضيه على صاحبك رفيجك، منو ماسكها؟ شو اللي صار فيها؟ شنو هي النتائج؟ واذا كان بامكانك شارك فيها عدل؟ اي عدل عدنان، عسى اقدر اني على هونك. مثل ما انت عارف ان علاء كان قاعد يطور البرنامج اللي طلبناه منه، الكوميونيكيشن بروجرام اللي نظم عمليه الاتصال بيننا وبين عملائنا بشكل سري، وفي جماعه خططوا ويبقون البرنامج ويبيعونه على امثاله، يطلعون منه مطالع. هذيل هم اللي هجموا على علاء وذبحوه، وباقوا البرنامج من كمبيوتره ومسحوه. بعد فتره من التحري اكتشفنا مكان العصابه وعرفناهم منه. صج؟ من هم؟ وين مكانهم؟ شوي شوي. الملف هذا فيه كل التفاصيل، كابله راح تكبدي. والمطلوب مني بعدنا؟ اياد معاك وراح يفهمك كل شيء. اوكي. مشعل، وين رايح؟ بروح حق اياد. اياد كاهو، وين رايح؟ وين بعدنا اياد بالطوفة؟ ما في. هلا مشعل. هلا هلا. القطع بالكمبيوتر تنقسم حق قسمين، سوفت وير وهارد وير. تعرف شنو سباي وير؟ فيروس؟ البرنامج اللي صممه علاء عبارة عن سباي وير، وهو مختلف تماماً عن الفيروس، لأن الفيروس عبارة عن كود يدخل عن طريق الإنترنت أو نقل الملفات، والغرض منه تخريب الجهاز أو البريتنج سيستم نفسه. أما السباي وير فهو عبارة عن سوفت وير يدخل عن طريق تنصيب البرامج المجانية أو البرامج اللي توفر خدمة مجانية. ولا تسألني عن السوفت وير والهاردوير شنو، لأني راح أضطر أعيد عليك كل اللي خذيته بجامعة الكويت، كلية العلوم قسم الرياضيات والحاسب آلي. ما علينا. لحن العصابة هي قادرة تبيع البرنامج، لأن علاء صمم مع البرنامج كلمة سرية وهي اللي تشغل البرنامج. كانت فعلا حركة ذكية من علاء، وهي اللي أعطتنا الوقت الكافي علشان نوصل اللي وصلنا له الحين. شوف مشعل، المهام اللي عليك: واحد، راح تلتحق مع العصابة كفرد من أفرادها. اثنين، راح تجيب لنا النسخة الأصلية من البرنامج. حق المهمة هذه راح تحتاج أجهزة ومعدات، كل شيء راح يكون ذهب خلال 48 ساعة من الحين. بالنسبة حق الخطة، الملازم عمار راح يزودك فيها. بالتوفيق. مشكور بعدنان على الفرصة هذه. ما يحتاج تشكرني يا مشعل، بس دير بالك على روحك وارجع لنا سالم. إن شاء الله. النظارة هذه فيها كاميرا رقمية، نقدر من خلالها نشوف اللي تشوفه وانت لابسها. العدسة فيها تقنية LCD حتى تمكن الأوبريتنج سيستم من عرض البيانات المطلوبة عليها. وهذا التليفون مزود بنظام ملاحة GPS. والساعة هذه؟ لا هذه ساعتي. إنزين، شلون شغل كل هذا؟ النظارة فيها أوبريتنج سيستم خاص، وراح تساعد إكليسيا في تشغيل كل هذا.
لوسيا راح تي وياي؟ اكيد. خلني اوريك بياناتك. مشاري؟ مشاري عاد؟ ايش تبي؟ ما ادري يعني نرجس؟ لا خلاص مشاري احسن. بدينا؟ شوف الاجهزه اللي معاك. الحين ليسيا يعني شلون شكلها؟ ليسيا هي برنامج التشغيل. يعني هي اللي تي وتشغل البرنامج؟ ليسيا هي برنامج التشغيل نفسه. شكلها نعومة حبيبي. ليسيا هي البرنامج. اوكي. حاب اطمن عليك. ماني قادر انسى وصية ابوك. ابوك لو كان حي كان سوى شيء نفسه. يبا هلا يبا. بصير شرطي. ما شاء الله شيء حلو يا ولدي. بتصير شرطي، دكتور، مهندس، خيار راجل. بس على قدر الهمم تنال العزايم. وهي يبا جاب الزرفة في عزايم اضبطك لحاتي. سبع سبع. هاري جود يا سي. اي وانت كافي لاتيه وذ سمول ووتر بيس. يا تيك اواي. ها هاو ماتش؟ See you. Bye-bye. حبيبي طالع قدامك. اوكي اوكي سوري سوري ايش صار يعني؟ ما ادري هذا بوكك يمكن. اي والله. يمكن طاح منك تو هني ولا شيء. مشكور. العفو. ما وياك سيارة أنت؟ لا والله. وين رايح؟ قدام شوية هناك. الله يهداك ماشي بهالحظ. حياك حياك يبا وصلك. لا خف أكلف عليك. لا عفا عليك الناس لبعضيها مثل ما قالوا إخواننا المصريين. اركب يبا. مني قدام شوي؟ إيه. وهذا كل اللي صار معي هناك بعدنا. زين. وايد زين يا مشعل. عمار
متى عملته جديده؟ بعد يومين راح يكون فواز هو منفذ العمليه وفيصل الشباب اكيد راح يحطونه. واذا مشينا حسب الخطه ما راح نواجه اي صعوبات. حلو مشى، دير بالك وخليك حذر، ولا تنسى ان ما حد من رجال الشرطه او المباحث يدري انك عميل لنا في المهمه هذه. لا تحاتب عندنا، انا لها ان شاء الله. تفضل بعدنا، هذا الملف اللي طلبته. شوف هذا كل شيء. شهيناس، انت شهيناس. قول اسم ريال على الاقل. صح، انت ارجل بنيه شفتها بحياتي. خسر، انت حبي الكبير، حبي الغامض والحلو. ليش خليتيني بروحي؟ ليش خليتيني اسبح ضد التيار وانا ما احب السباحه؟ ما تقولي لي، ما تقولي لي شنو ما سويت لك؟ رصيد وعبيت لك، مصروف السفره وعليه، حتى فواتير الكهرباء والماي دفعتها، كنت ادش الوزارات عشان اخلص معاملاتك. شهناز شهناز حبيبي شكلك مضيع. لا انا مستحيل اهدك، انت قلبي، احبك احبك احبك. بس انا ترى مو شهناز. لا انت شهناز. انا شهناز؟ انت من خليتيني ما تدري انا ايش قاعد يصير فيني. حياتي صارت ظلام، شوقي ظلام، حبي ظلام، قهوتي ظلام. شربت شاي؟ ما شربت شاي. ما تحب؟ ما احب الشاي ولا احب السواخن. احبك انت يا حياتي، كل ما احاول اشوت الظلمه ببعدك ترد علي عكسيه. العباس؟ لا لا، اناني. انا اناني، خليني ارتاح، اخفي على صدرك. طيب شكلك انت اول مره هني. انت الحين تعرف القوانين ولا لا؟ انطقطق شوي. شوف، اول شيء الصف لازم تصفهم كل لون بروح مخطط، بعدين السادة مخطط سادة، زين؟ تحط السودة بالنص والواحد والخمسة عشر هني او هني حسب الطاوله. بعدين ايش راح نسوي؟ تحط الجيس هناك وتشوت. ياه شلون؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ لحظة شو انت؟ شو تبي؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ يعني موهقني؟ زين ايش راح تسوي الحين؟ ما ادري والله، مليت، قاعد لا شغل لا مشغله. انا اقدر اساعدك بشغل نقول مؤقت، يعني لين ما تلقى شغل. كيف كذا ما تبي؟ يعني انا بس حبيت اساعدك. لا 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 بالعكس،
اكون شاكر لك يعني معود ولا هالبهدله. هل تدري شلون؟ تفهم. قوم يا نضال. زين على فكره تدري ايش معناته انك طالع معانا في مهمه؟ ايش معناته؟ ما تدري والله؟ ايش معناته يعني؟ معناته واحد طالع وياكم بعد. لا صدق والله ما تدري ايش معناته يقول. معناته انك خلاص صرت واحد منا وفينا. والله صيد. اي والله العظيم. يعني انا الحين معاكم؟ اي اكيد. يعني انا الحين بالاكشن والاشياء اللي تسوي وكل شيء واحد منه فيني. قول لي قول لي ايش راح نسوي؟ قول لي ايش راح نسوي الحين يعني خل ولا اقول لك عندي خطه. يا سلام يا ابو المفهوميه خطه ها؟ انت تعرف اصلا شنو المهمه عشان تحط خطه؟ اي صح. شنو المهمه؟ شفت هذا الظرف؟ بينا شخص بنعطيه هالظرف وبيعطينا ظرف ثاني وبس. فهمت؟ لا تكفى. ايش اخباري؟ رساله وظرف واشوف بعد حاطين طابع اشوه اي شيء. شلنا مو عاجبك؟ تبي احذفك الحين هني بالبحر ياكل يريور ولا شيء وفكره منك؟ ايش تراني عنك؟ بعد دزها ايميل ولا دزها مسج بعد تعال يا مشاري روح يا مشاري. ما صارت عصابه نشتغل بالبريد وايد احسن. صدق يا اخي ما ادري عنه. مصمم الا يبي رساله مكتوبه. لا ومسوي روح انه فاهم بالبرمجه والكمبيوتر وحركات. من هذا؟ يا اخي هذا اللي بنعطيه الظرف. الله العظيم يقول ان الشرطه مراقبين كل اتصالاته ومكالماته وايميلاته. هو ايش درانكم مراقبين؟ ما ادري. هو يقول امشي امشي امشي. لا تستعملها عاد في الصيد والحداد يعني طبعا بسيطه. شو الشله تحدقون؟ تمويه تمويه. بس على فكره ترى مهماتنا اللي نطلعها طلعاتنا اللي نطلعها كلها اكشن واثاره ومغامره. والله صدق تقول فيلم اكشن. لا 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 شيء عجيب ما صار ولا استوى. ترى حمسني. تبي تتحمس حيل؟ ايه اكيد. تعال شوف المغامره. المفروض ان اكشن. لا 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 لا. شوف كاه وصل بلش الاكشن. ايه معلم انجز. ها انجز. ايه يا معلم تروشنا في يومك. انت قلت ما هي اوامرك؟ على ليسيا اتصال بالقياده. الاتصال بالقياده جاري الاتصال. هلا اياد. بنقابل الحين واحد يتعاون وياهم. اتوقع تعرف ايش راح تسوي ها؟ اخلص المصلحه فين؟ بالضبط. ايش فيك لابس نظارتك؟ روشتونا يا عمنا. انت اكو احد يلبس نظاره بهالليل؟ امسك شيل شيل نظارتك فشلتنا. عصابه وعصابه وحالتك حاله. لابس نظاره لحد والله فشلتنا. شعروا كنا راح نوصل له بس لو كانت الصوره واضحه ماكو الا مستدرجه او ننطر عمليه تسويه جديده. ابو عدنان
شني صدته؟ صج؟ ذبحوني شراني شكو بالظرف تفضل ارقام ما لها اي معنى اساسا الله العظيم قول انا بس دقيقه غسل ايدي وارجع ها اوكي الو مشعل هلا هلا ليسيا ها ابيك تاخذ البرنامج عرفنا اللي ساعدهم في الشركه حبيبتي اكلمك انا بعدين اوكي يلا ناس شنو انت تعرفه من زمان يا سلام اكلي اكيد شفتها عاد طبعا وين 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 شفتها وين في بيت لوك ليسا ليسا اختي شو انت بتشرب يا اكسكيوز مي درينك فور عارف المشهد طبعا انا عارف المشهد بس هو يدش علي ولا انا ادش عليه قبل لا لا انت اول شيء تقول جملتك بعدين هو يقوم يقول لك جملتك ماشي بعدين تعال لحظه وين الكمبارس هذول استاذ ايش دراني احنا وين الكمبارس احنا جايين نمثل مفروض انتوا تجيبونهم انت الحين مو قايل لي انت بتدق على كم واحد بيب صوبك يعني انا كلمت على اساس هذا مدير الانتاج يكون موجود بس ما هي خلاص خلاص طيب احنا نمشي خلاص يبا خلاص مش 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 يعني الحين تهاوشون على خلاص يبا خلاص يبا خلاص يلا 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 حظ المشهد انت ها يلا يلا نقول رول كاميرا يلا يلا 3 2 1 اكشن ايمت مره قايل لك لا تحاول تستغني ها بس ماكو فايده الظهر كات انانيه كات شنو هذا شنو هذا من السمع حق الكباز يدشون الحين شنو هذا قال عني كومبارس يا معود انت زين سمعت ايش قال عني ايش قال كومبارس كومبارس الشغله رول كاميرا يلا سلام يلا 3 2 1 اكشن 100 مليون مره قايل لك لا تحاول تستغني صراحه انا ما ادري ايش اقول لك يا اخوي بس أنا من حرج انت خلاص مفصول لا تصوير تصوير شنو هذا شفيك انت شوف لي حال تكفى ماكو حل انت مفصول انت انت مفصول انت طالق كات اي كات برا انتم مفصولين من الشغل برا مش 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 من هذيلا ما ادري زين شلون اتقمص الحين ها خلاص كسروا خاطري خلي اللون زين كسر خاطرك زين شلون اتقمص الحين فواز
منفذ العملية. فيصل عضو فريق الإسناد. لا هذا بنغالي. ناطر اذبحونا عشان تساعدنا انت. ايه اغطي ايش اسوي وايد قراطيس. ها امداد امداد يا جماعه امداد. شلون لبس اللي لابسه انت؟ شنو هذا؟ عشان لا حد يعرفني. لا حد يعرفك؟ حاجيك شو نسوي الحين؟ الحين لحظه عندي خطه. شنو؟ روح لنا روح لنا. سوف ما يصير اطلاق نار. بس صخر يا جماعة. لا ترمي، ما عندنا امر اطلاق نار. رحت من هناك ما رحت من هناك. صراحة فنان. ترى صدق مو جرافيكس. ليش ما خذوك بالمنتخب؟ انا قايل لهم بس هم ما ادري. زين حاجيك ايش خلنا نبدل بسرعة؟ كان انا لابس. يلا خليك. يلا سمك شيء.
مشعل. ما لا صقعتني. ايش فيك؟ قاعد احاول افهم اللوحه هذه بس شكلي مو فالح. اللوحه هذه تذكرني مقوله وايد حلوه. مقوله؟ It's choice, not chance, that determines your destiny. شكلك سامع فيها، مو كذي؟ أنا لازم أروح الشركة. بخلص البرنامج، ما بقى له شيء وشطب عليه. ويه ما صارت برنامج، امشي بخل نروح القهوة، نستانس، بعدين تعال لحظة. انت ما تقولي ليش حاط نفسك بالموقف الخطر هذا؟ مشعل تخيلنا في انسان عايش طول عمره بحلم، حلم عميق، وفجأة يصحى من الحلم ويلاقي نفسه أسير زلات وأغلاطه هو اللي ارتكبها. ساعتها بيكون عنده اختيارين، يا أنه يستسلم للهلاك ويكمل الحلم، أو أنه يصير قوي ويواجه أغلاطه ويصلحها كلها. كبير أنت كبير، شلون أنا راح أسوي برنامج بعد؟ مش خروح القهوة مش قاعد اقول لك من زمان. مشاري مشاري، ها اسا ماشر، وين سرحان؟ غريب حال الدنيا فواز، تمر عليك الدقايق والساعات والايام وتعيشها مستانس، لكن بلحظه تاخذ منك اغلى ما تملك. للاسف الواحد يكون عايش بدنيته وغافل عن نفسه ولا يدري عن اي شيء، باللحظات الاخيره يصحى. لا تروح بعيد، عندك انا مثلا كنت عايش يا اهلي مرتاح ومستانسين وعايشين احلى عيشه، مستورين على قد حالنا. فجاه قام تنزل الفلوس علينا مثل المطر. أثاري أبوي كان يتاجر بالممنوعات، مع الوقت اختفى أبوي ولا ندري عنه أي شيء. مسكين أمي ما تحملت، بعد شهرين توفت، وعقبها لقيت العصابة هي اللي حضنتني، صاروا ربعي صاروا ناسي. فواز ها تعرف لما تكون شايل هم على قلبك ويكون في واحد قريب تكلمه وترتاح؟ لا احساس غريب، مع ان المشاكل للحين موجوده بس تحس انك مسنود والدنيا كلها معاك. ايه انا فقدت الانسان هذا. فعليك مشاري، وانا وين رحت؟ انا صديقك ورفيجك، واي وقت تحتاجني راح تلقاني. مشكور. مشينا؟ يلا. تكفى انتوا شو تسوون بالخشب؟ تشتغلون بالاثاث؟ الخشب هذا لحظة جايلك. هذا خوش مكان.
ليسيا، اتصال بالقيادة، اتصال بالقيادة. الاتصال بالقيادة، جاري الاتصال. حق بعدنان الخطة ماشية مثل ما يبي. بعدنان مش على الحين مشتغل صح. إياد أبيك تدير بالك تمام وتراقب تحركات مشعل. إيه بعدنان بس مش قال الحين مشتغل صح ولا تحاتي ودش مع الإصابة بعد. وهذا اللي مخوفني، العصابة هذه ما يهينا عشان يدش وياهم أي أحد ياخذ منهم اليبي ويطلع. شلون عيل؟ اسمع، شنو هذا؟ ايش فيك؟ بعيد؟ اي بعيد، احنا الحين صعدنا فوق فتحة المكيف تقول لي بعيد مني؟ انا اجيك من الاسانسير. يلا خلصنا، ماكو اسانسير. بالفوزي بك هناك. على فكرة البرنامج مهني. تسمع الكلمة حلاتك عندك الهمة حلاتك لو عشق الأيام غطى النور والبسمة تصابر والصبر حكمة تصابر والصبر حكمة اسمع الكلمة حياتك عندك الهمة
الصبر صابر والصبر حكمة لصابر حالاتك حتى لو كنت بمصيبة تشيب الأيام تدمر منطق الأحلام تهد كل البشر جدا وترد سماكن سكون الليل تغمر جفنتينك حيل ترد ساكن سكون الليل تغمر جفنتينك حيل سيمبا يبا اقصد مشعل يبا وينك انا محتاجك لا تنهم وتستسلم يا ولدي يبا مو شايف اللي أنا فيه مشعل لو كل إنسان استسلم للمشاكل اللي تواجهه كان ما حد عاش شو أسوي عيل يبا خلك واثق من نفسك ولا تخاف وتتوتر خلك جبل شامخ ما تهزك الريح استعين بالله سبحانه وبالتوفيق يا ولدي ترفع كفك بإيمان تناجي ربك رحمن وترفع كفك بإيمان تناجي ربك رحمن قريب قريب قلبك وكلمة تعالي بروحك وكلمة تشوف الصوت يا حبايد ورد لك والصدى ورد لك والصدى أشوف الصوت يروح بعيد ورد لك والصدى ورد لك والصدى رحمة ترى ربك قريب قريب ترى ربك قريب قريب عدنان شو راح نسوي؟ بلان بي شنو بلان بي؟ بلان بي؟ بلان بي ما يبي له امشي هذا طويل العمر هلا البرنامج معي يبا هذا شكله قاعد يلعب معانا لعبة تعرف انه هو الوحيد اللي يقدر يوصلنا للكلمة السرية
أنا ماشي. في ما الله طال عمرك. فواز زي اللي بينت لا حبيبي انت قط سلاحك ما قلت لك راح يبيعك يلا مشعل انت وفيصل روح هناك انا وعمار هني أمسك واحد فيهم الحين سلاحك والله راحت عليك أعتقد أنكم دورون على هذا كفو يا فواز راح خليهم يديرون بابهم عليك وأوعدك إني راح أضمك ويانا عن جريك شكرا بغيت أموت معلش استغليتك مشكلة أني حبيتك زين لا صوتك هذا مسجل الحين صافي سلام ها
هلا مشعل. شلون البرنامج؟ ما اشتغلت الكلمة السرية. غريبة. معنى نفس المسج دز لي علاء. هذا اللي صار. ايه قلت لي 143. ليه شنو؟ 143. انت ايش عرفك بالسوالف؟ 143 كلها على بعضها يعني اي لاف يو. اه اشتغل البرنامج. اخيرا يعني تسكر ملف القضيه؟ ايه نقدر نقول في اجازه؟ لا. اللوحه هذه تذكرني مقوله وايد حلوه. It's choice not chance that determines your destiny. وشغل عسل. نقول لك اشتغل البرنامج. وعيد روح المالديف وتعالوا نطلع من المنزل. هي وعدنا اجازه. والله شباب واحنا هذا عنده شباب عشان مهمتنا يا جماعه. اسمح لي انا لازم استقاله ها تركها لي. لا حاضرين وجاهزين. شو اللي حاضرين وجاهزين؟ ما بحاضرين. سمع أنا في الموقع. بيصم البرج؟ قبال البرج. حلو. بس مو شايف مشعل وفواز. يا. وينهم في هذيل؟ لحظة لا تخرج شوفهم. بطل هذه شنو قاعد تصور؟ أوكي 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 أوكي. اتصال من القيادة. مشعل. هلا أبو عدنان. أنت وينكم في بالضبط؟ إحنا قدام البرج. شلون قدام البرج؟ انتو شايفين فيصل؟ فيصل؟ اي فيصل. وين فيصل؟ طالع فيصل وياك؟ لا لا مو مبين كلش. ماكو فيصل. انتو عند اي برج بالله؟ احنا ما ادري هذا البرج ايش دراني. الله والله انك فنان. ها؟ اي ها؟ يا عمي غلط غلط. يلا يا جايين جايين جايين. ايش غلط؟ منا حبيبي ما دعمتني ما دعمتني لا عبارة عن فيروس لا فليشنا كنا الكوميونيكيشن بروجرام اللي ساعدنا على تنظيم العملية ما بين شو اسمه وفمالا منا تبوكي كل شيء وهي عرضتنا الوقت الكافي لنوصل شنو؟ ناطح ذبحوني عشان شنو؟ الله حسين المغا صج علشانك هذي ها نصار وره لحن العصابة هم يقه عطني عطني وهي عرضتنا الوقت الكافي حق اللي نوصل اللي وصلنا له الحين شو تقمص الحين؟ وهي اللي اعطتنا الوقت الكافي لنوصل وهي اللي اعطتنا الوقت الكافي لنوصل وهي اللي اعطتنا الوقت الكافي لنوصل حق نوصل علشان نوصل وهي اللي اعطتنا الوقت الكافي لنوصل حق علشان اي شيء صدرك جاسم زين وين تطلع مثلا 3-2 بس يلا قلت يلا اكشن 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 انزين وين تطلع مره ثانيه مره ثانيه ليش يلا ما شفت
زين البينت ما شبت. وفجأة الفلوس قام تنزل علينا، تنزل وتنزل وايد فلوس. ما That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it's great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was terrible. Get him away. Hey, boo! Boo!